العبارة واللي عدنا عن أميرة الحسين ووصول قناتها باليوتيوب لـ 800 ألف مشترك، فإن شاء الله ألف مبروك وعقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسوني حبايب تباركوا لي بالكومنتات على هذا الإنجاز. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر عندنا هو طبنجو مريانا. فطبنجو مريانا نزلوا حسابتهم بالإنستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات يعني من خلالها إنه راح ينزلوا مقطع باش راح يكون تحدي مال الأكل، راح ينزلكم باشر الساعة بالأربعة على قناة طبنجة. أما اليوتيوبر الثاني عندنا فهو نورمال، فنزل شوية ستوريات بالبداية يشكر بها المتابعين على الدعم الخرافي على آخر مقطع، وفي نفس الوقت يعني من خلالها إنه راح ينزل لنا أشياء مفاجآت خرافية، ويوم الثلاثاء راح ينزل لنا مقطع عن القطط مالته. رحتكم الستوريات شوفوها. شكرا كثير يا جماعة إنكم حبيتوا الفيديو الأخير اللي نزلته، صحيح ما وصل إشعارات بس أنتم ما قصرتوش سبحان يعني. Love you. وإن شاء الله الجاي أقوى. فكتبوا لنا أحبابكم بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر ومقطع منه متحمسين أكثر بين نورمال ومحمد طبنجو ومريانا غريب. الخبر الثالث اللي عاد على المتابعين وتهجمهم على النور ستار، فالنور ستار نزلت على سبب الانستغرام هذا البوست، وبهذا البوست كان بهذه الصوره، فكالعاده يا حبايب كل الكومنتات اللي جت يوم صاروا يتهجمون عليها، شيء اللبس القصير وشيء من هذا الكلام، وبنفس الوقت قاعدين يتهجمون عليها من جمهور نارين بيوتي، ان هذول دموع حيين او لا. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر وهل يستحق هذا التهجم اللي تعرضت له او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن زواج أسامة مروة، فبعد ما أسامة مروة سافر لدبي ونزل هذا المقطع اللي دايلين من خلاله انه هو راح يبدي بداية جديدة، في نفس الوقت سألوا سؤال عن الزواج فهو رد عليهم انه هو جاهز للزواج حاليا بهذه اللقطة شوفوها. سؤال هاي قعدنا اوكي سؤال امتى ناوي تتزوج؟ انت شفت الشقة صح ولا لا؟ ايه شكل واحد جاهز ولا لا؟ والله جاهز كفو. فاكتبوا لنا احبابي بالكومنتات هل تتوقعون انه اسامه مروه حيتزوج ويصير مثل انس واصاله ولا؟ الخبر الخامس اللي عدنا عن نور ستار وارتباطها، فنور ستار نزلت على سبب الانستغرام اول شيء بدايه هذا الستوري، جابها واحد من المتابعين قاعد يقولها انه انت عشقان شخص معين ما ادري من هو، فيترد عليه انه اسالوا بني ستار اللي هي اختها وهي راح تقول لكم من هو حبيبها، بعد بني ستار نزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات بهذه الستوريات، واحد يسالها انه منو حبيب نور، فترد عليهم انه هي ما تدري روحوا اسالوا نور بنفسها تعرف، فتتوقعون يا حبايبي انه نور ستار قاعده تلمح انه هي تحب شخص معين او شيء؟ فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شو توقعاتكم من هذا الموضوع. وبصوا حبايب من صوت المقطع اتمنى المقطع عجبكم تحطون لايك في كوب القناة حبايب، خليني نوصل هذا المقطع اكثر من 30 الف لايك. شكرا لكم على وجودكم كل شيء وكل الدعم، فبس شكرا لكم مع السلامة.